نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بالعناوين. انتهاء المدة التي طرحها المسمار لعودة حفتر لليبيا دون ظهوره للعلن، والإمارات ومصر تشكلان لجنة لاختيار بديل عنه. أمير القوات الخاصة صاعقة بميليشيات الكرامة ونس بوخمادة يهدد باقتحام درنا بنفسه على رأس قواته. وأنواب يقولون أن ممارسات البعثة الأممية قد تفضي إلى مرحلة انتقالية رابعة. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل. أفادت مصادر خاصة للنبأ بأن الإمارات ومصر شكلتا لجنة لاختيار بديل عن خليفة حفتر الذي تضاربت الأنباء بشأن موته في باريس. المصادر ذكرت أن اللجنة شكلت برئاسة مستشار رئيس دولة الإمارات طحنون بن زايد وبعضوية رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا سابقا محمود حجازي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. وحسب المصادر نفسها فإن الإمارات رشحت عون الفرجاني فيما اقترحت مصر عبد السلام الحاسي، مشيرة إلى أن الدولتين اتفقتا على رفض عبد الرازق الناظوري مرشحا بديلا لحفتر. في سياق متصل، كشفت مصادر للنبأ انتهاء اجتماع بين خالد حفتر وعدد من القيادات العسكرية لقبيلة الفرجان. أوضحت المصادر ذاتها أن خالد حفتر اتهم خلال الاجتماع بعض القادة العسكريين بالتآمر على والده. هذا وأكدت مصادر للنبأ أن عبد الرازق الناظوري دعا خلال اجتماع مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية بالمرج، دعا إلى نبذ الفرقة داخل ما سماها المؤسسة العسكرية. إلى ذلك، كشف محمد بوصير المستشار السياسي السابق لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر أن حالة حفتر الصحية لا تسمح له بالعودة إلى تولي مسؤولياته في المستقبل القريب لإصابته بجلطة في الدماغ. وذكر بوصير في تصريحات لصحيفة العربية الجديد أن حفتر موجود فعليا في أحد مستشفيات باريس رفقة عدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه عون الفرجاني لبحث ترتيبات من سيخلفه. وأشار بوصير إلى أن خلافة حفتر ستحسم بإشراف من المخابرات الفرنسية، مرجحا أن يرشح عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات ميليشيات الكرامة ويجري استبعاد ناظوري من قائمة الترشيحات. انقضت مدة الساعات 48 التي أكدت ميليشيات الكرامة أن حفتر سيعود خلالها، فترة جديدة مفتوحة الأمد تعيد التساؤلات عن أسباب عدم ظهور قائد الميليشيا إلى الآن في ظل تضارب الأنباء وشح المعلومات عن حالته الصحية. قائد ميليشيات الكرامة يعود للبلاد مختالا بين أنصاره ويحسم أمر غيابه عن الساحة، أمر ينتظره كثيرون ليس من مؤيدي الرجل فحسب، بل ممن تجرعوا مرارة ممارساته الدكتاتورية في أرجاء البلاد لما يرون في رحيله خلاصة. لكن واقع الغياب يدحض آمال العودة والظهور ويطيل شقاء المنتظرين. وأعتقد في خلال 48 ساعة هيكون الحالة الصحية بشكل، إذا كان تريد البيان الرسمي سأبعث لك ببيان رسمي مختوم. 48 ساعة هي المدة التي حددها معسكر الكرامة لعودة قائدهم للبلاد، ولكن بانقضائها يحتدم الجدل القائم على الأنباء المتطابقة التي تفيد بإصابة حفتر بوعكة صحية أو ربما مفارقته للحياة في العاصمة الفرنسية باريس. وفي الأثناء
تواصل ميليشيات الكرامة سياسة الإنكار ورسم الأمان. حقيقة نحن في انتظار عودة للوطن بإذن الله سالما، كل المستعدين الآن لاستقباله، ننتظر في العودة، وهذا الأمر والقرار يعود إليه متى ما يعود. سننشر صورا وقد نعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بعودته بإذن الله تعالى. هي مهلة جديدة إذن، هذه المرة مفتوحة الأمد، تمنحها ميليشيات الكرامة لنفسها، علها تفسح لقيادتها ودول تقف خلفها المجال لترتيب صفوف يخشى من ذهاب ريحها جراء انشقاقات وصراعات نفوذ محتدمة عقبت غياب الرجل الذي يبدو أنه سيطول. بالمرض أو بالموت أيا يكن، فالحقيقة الماثلة هي تواري قائد ميليشيات الكرامة عن أنظار العالم، وهو ما يضعه في عداد المفقودين كرها. ولكن ما يتنساه إعلام الكرامة في كل مرة أن لكل أجل كتاب وإن طال أمده. هذا وما زال الغموض يرافق حقيقة الوضع الصحي لخليفة حفتر ونقله لتلقي العلاج بالعاصمة الفرنسية باريس، ففي وقت تؤكد فيه وسائل إعلام محلية ودولية تردي حالته الصحية، يواصل إعلام الميليشيات نفي هذه المعلومات وترويج لخبر مفاده أن خليفة حفتر في جولة أوروبية بغية رفع حظر التسليح على البلاد. قائد الميليشيات غائب أم مغيب؟ غموض يلوح في الساحة مع قرب دخول خبر مرض حفتر وتدهور حالته الصحية الأسبوع دون أي إشارة إلى أنه يمارس حياته طبيعيا. فمع تصدر خبر مرض قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر وسائل الإعلام الليبية والدولية ونقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في باريس، هرعت القيادات التابعة له والآلة الإعلامية التي تدور في فلكها لنفي الخبر، منتهجة خطابا معارضا مؤكدة في بداية تصريحاتها أن حفتر بصحة جيدة. إنكار المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري صحة معلومات نقل حفتر لفرنسا للعلاج لم يدم طويلا، حيث عاد المسماري مجددا ليؤكد وجود حفتر في فرنسا لكنه في جولة لبعض الدول هذه المرة، جولة أو زيارة عمل لم يلتقط لها أي صورة ولو بهاتف جوال للتوثيق، رغم محاولة بعض وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الكرامة القول إن حفتر التقى ولي العهد السعودي قبل أن ينفي خبر راديو فرنسا الدولي ليجري دحض هذا الخبر المفبرك أيضا. ومع تواتر الأنباء التي تؤكد تلقي حفتر العلاج في مستشفى بباريس منذ 5 أبريل من الشهر الجاري، أصاب التخبط أتباع حفتر لتخرج قصة رحلة علاجية بدلا من جولة أوروبية، ورغم كل هذا لم يكن الإخراج جيدا، حيث ظهر مراسل إحدى تلك القنوات ليقول إنه يقف أمام مستشفى يعالج بداخله حفتر، لكن ذلك المستشفى كان بابه مغلقا دون أي مظهر لحركة سيارات الإسعاف. الغموض وصل ذروته بدخول بعثة الأمم المتحدة على الخط عندما أعلن غسان سلامة أن هاتف حفتر لمدة 10 دقائق لبحث تطورات الأوضاع في البلاد دون أي ذكر لحالته الصحية التي كانت حديث الساعة ذلك الوقت. الغموض ليس في مكالمة سلامة مع حفتر، ولكن كيف لشخص يجد وقتا يصل ل10 دقائق لمكالمة هاتفية لا يجد وقتا للاتصال بوسائل إعلام تابعة له ليدحض ما تروج له تلك القنوات بأن الإسلام السياسي اخترق كافة وسائل الإعلام في العالم ويروج لإشاعة مرضه حسب روايته. وسواء عاد حفتر أو لم يعد، إلا أن ما حدث خلال الأيام الماضية يثبت جليا هشاشة الآلة الإعلامية لميليشيات الكرامة ودعايتها الجوفاء، وكيف أصبحت تسير في ركب إعلام الأنظمة الشمولية التي عانت منه البلاد خلال حقبة القذافي السوداء.
في درنا هدد أمر القوات الخاصة الصاعقة التابعة لميليشيات الكرامة ونسب خمادة باقتحام المدينة بنفسه على رأس قواته لتحريرها مما سماه الإرهابيين القادمين من مصر وتونس والجزائر. وطلب أبو خمادة في كلمة مصورة له من سماهم بالليبيين المغرر بهم في المدينة بتسليم أنفسهم للحكماء والمشايخ ليشملهم العفو حسب تعبيره. لذلك ذكر مسؤول الملف الأمني بدرنا العميد يحيى لص عمر أن محور الفتاح شهد ليلة الاثنين اطلاق نار عشوائي من قبل ميليشيات الكرامة دون أي إصابات بشرية تذكر. اللصطى في اتصال مع نبأ أوضح أن الرماية التي وصفها بالاستفزازية أدت إلى سقوط قذائف على مزارع مواطنين وإتلاف بعض محتوياتها، مؤكدا أن الرماية تأتي في إطار تأجيج الحرب وإشعال نار الفتنة، خاصة بعد الخلاف الحاصل داخل معسكر الكرامة حول محاصرة درنة. كما حذر عضو تجمع أهل درنة هودي الجزيري من تفاقم الأزمة الإنسانية داخل مدينة درنة بعد تعطل الخدمات الصحية وانقطاع مياه الشرب. الجزيري وفي تصريح للنبا أوضح أن مستشفيات المدينة خاصة الهريش تعاني نقصا حادا في الإمدادات الطبية والأدوية، إضافة إلى انقطاع مياه الشرب على الأحياء السكنية بسبب منع ميليشيات الكرامة وصول الوقود المشغل لمحطات التحلية. إلى ذلك أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات طبية لمدينة درنة. وذكر الهلال الأحمر فرع درنة على منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك أنهم تسلموا من اللجنة 20,000 حقنة إنسولين، حيث سيجري تسليمها إلى مخازن إدارة الخدمات الصحية والصيدلية المركزية بالمدينة. سياسيا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق إسخرات خالد المشري، قال أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب عقيل الصالح بعد أسبوع. وأوضح المشري في لقاء جمعه مع السفير التركي في ليبيا أحمد دوغان أنه سيناقش مع صالح إجراء تعديل في المجلس الرئاسي المقترح وذهاب لانتخابات بعد حوالي 6 أشهر أو أكثر وفق قوله. ومن جانب آخر، أعرب رئيس مجلس الدولة عن أسفه لعدم الوصول إلى حل في قضية المختطفين الأتراك، مؤكدا مواصلة جهود المجلس في حلها. اتهم 67 نائبا في البرلمان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتجاوز مهامها والتدخل في شؤون الليبيين. وعبر النواب في بيان تحصلت النبع على نسخة منه عن رفضهم التام لتصريحات الصادرة عن البعثة ورئيسها غسان سلامة، واصفين إياها بأنها تدفع لإدخال البلاد في مرحلة انتقالية رابعة لا يكون أساسها دستور حقيقي. كما طالب الموقعون على البيان بإجراء حوار سياسي يضم الجميع في ليبيا بهدف تعزيز المصالحة الوطنية والشروع في عملية وضع الدستور والبدء بالانتخابات. قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني إن الحوار وتقاسم السلطة هو السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من حالة التشتت الحالية. أصف بيروني في حوار مع صحيفة لايكو دي بيرغامو الإيطالية ليبيا بأنها دولة مؤسساتية تسعى لبسط هيبتها على كامل أراضيها، ليست دولة فاشلة حسب قوله. أشار سفير إيطاليا إلى أن الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية لا يعني توطين المهاجرين في ليبيا أو زيادة مخاطر الانتهاكات، إنما يعني مساعدتهم في العودة إلى بلدانهم أو نقلهم إلى دول ثالثة. هذه النشرة مستمرة مشاهدينا فيها بعد الفاصل. رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يؤكد انخفاض عدد المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انطلقت في بلدية الغريفة أعمال الجلسة التشاورية للملتقى الوطني الليبي والذي يشرف عليه مركز الحوار الإنساني. وتخللت الجلسة مناقشة عدة محاور تنهي حالة الانقسام السياسي وتحقق تطلعات الشعب الليبي في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى متطلبات واحتياجات المنطقة الجنوبية الناجمة عن التدهور الأمني وتدني مستوى الخدمات المعيشية. هذا ويهدف الملتقى للاستماع إلى رؤى المشاركين وتضمين مقترحاتهم مع الملتقيات التي انعقدت في باقي المناطق للوصول إلى حلول تنهي الأزمة في البلاد. الهدف من الملتقى الوطني الليبي هو استشارة أوسع ما يمكن من الليبيين وإنتاج مجموعة من التوصيات نأمل أن تكون أمينة ووفية وشفافة حتى تكون مرجعية أساسية في القرارات المقبلة التي ستؤخذ في شأن الملف الليبي ككل. قال رئيس رابطة متضرري تورغا محمد رضوان، قال إن الأوضاع الإنسانية لنازحي المدينة تزداد تأزما داخل مخيم قرارة القطف. وأضاف رضوان في تصريح للنبأ أن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة تصعب الحياة الإنسانية داخل المخيمات، مؤكدا أنه رغم المساعدات التي تقدمها مفوضية الإغاثة الدولية وعدد من الجمعيات المحلية لأنها لم تفي بالغرض. وأشار رئيس رابطة متضرري تورغا إلى أن عدد العائلات المقيمة بمخيم قرارة القطف حاليا وصل إلى 270 عائلة. أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر انخفاض عدد المهاجرين المحتجزين في مراكز اللواء. وفقا لما أوردت وكالة رويترز، أكد بشر تراجع أعداد نزلاء مراكز الإيواء من 27,000 شخص في مايو الماضي إلى 5,200 حاليا. أضاف بشر أن هذا الانخفاض سمح بإغلاق حوالي 20 مركزا للاحتجاز، يتبقى بذلك 32 مركزا، مشيرا إلى أنه سيجري ترحيل المهاجرين بتعاون مع المفوضية السامية للاجئين. هذا واقترح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بشر إنشاء صندوق شكاوى للمهاجرين للوقوف على مشاكلهم وظروفهم التي يعيشونها في مراكز اللواء. أضاف بشر خلال اجتماع عقد على مستوى إدارة الجهاز، أضاف أن المهاجرين المحتجزين في مراكز اللواء سيتمكنون من خلال هذا الصندوق من عرض أي مشاكل أو عوارض قد تواجههم في أماكن احتجازهم. طلبنا وضع صناديق شكاوي ذات علاقة مباشرة بالمهاجرين داخل قواطع المنامة، تتم الشكاوي في أي شخص من داخل الجهاز سواء موظف أو ضابط أو ضابط صف، لو تعرض لأي مهاجر غير شرعي، لو حتى ما عجبتش تتعامل معه بطريقة أو أخرى، توضع الشكاوي والشكاوي تكتب بأي لغة، بالهوسة، بالفرنسوية، بالإنجليزية، بالعربية، ونحن سنحلل وسنفلتر ونترجم ونغربل، ومن ثم القضايا التي يتطلب منا إحالتها إلى الجهات الأخرى المختصة مثل مكتب النيابة العام ستحال، والتي مطلوب منا ردعها إداريا سنردع كل مخالف إداريا بإذن الله. في سياق ذي الصلة، أعلنت منظمة برواكتيفيا أوبن أرمز الإسبانية لإنقاذ اللاجئين أن السلطات الإيطالية أفرجت عن سفينة تابعة لها كانت قد احتجزتها في مارس الماضي. وبحسب حساب المنظمة على تويتر، فإن الإفراج جاء بعد حكم أصدرته محكمة إيطالية القاضي بأن ما تقوم به من نقل المهاجرين أمر مبرر جراء الانتهاكات الإنسانية التي يتعرضون لها في دول العبور. أوضحت شركة طيران البراق أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيه طائرة تابعة لها في حالة اهتزاز وسط حالة من الفزع بين ركابها كان نتيجة عبورها منطقة مطبات هوائية. قالت الشركة في منشور على صفحتها بفيسبوك أنه عقب إقلاع الطائرة من مطار بنينة في وجهتها لمطار معتيقا وعلى ارتفاع 5,000 قدم تصاعديا، مرت الطائرة بمنطقة مطبات هوائية من متوسطة إلى شديدة.
أوضحت أن الطائرة مرت بمنطقة انعكاس في درجة الحرارة، في حين أن الطبيعي هو أن تنخفض درجة الحرارة وفقا للقوانين الفيزيائية بحسب بيان الشركة. قال السفير الألماني في ليبيا أن بلاده حريصة على فتح مزيد من التعاون مع الحكومة الليبية وخصوصا مع البلديات. كلام السفير جاء خلال اجتماعه مع وزير الحكم المحلي المفوض بالحكومة المقترحة بداد جنسو، والذي تناول عمل السفارة في ليبيا وأوجه التعاون بين البلدين. enge Zusammenarbeit insbesondere mit der Regierung des nationalen Einvernehmens, aber auch mit den Städten und Gemeinden in Libyen vertiefen wird. تطرقنا لعديد من الأشياء اللي تهم وزارة الحكم المحلي وأيضا متمثلة في الجانب الألماني في الجايزد ودعمها للبلديات في بعض المختنقات التي تهم البلديات، وفي فكرة نقل من المركزية للامركزية. طبعا الجانب الألماني له خبرة كبيرة في هذا المجال. أقام مركز أسرار الرحمة لمرضى التوحد بمدينة زليط احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد بمشاركة الأطفال وأولياء أمورهم. تفاصيل الاحتفالية يرصدها التقرير التالي. عروض فنية ومسرحية نجومها أطفال مركز أسرار الرحمة للتوحد والنطق بمدينة زليط. الأطفال قدموا عروضهم الفنية أمام معلميهم وأولياء أمورهم في إطار الحفل التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد. عندنا فقرات تميز الطفل التوحدي، كيف يكون إنسان جدير بالعمل وجدير بالتقاء، وكيف يخرج من عالم التوحد إلى عالم الدمج. وعندنا مشاركات من أولياء الأمور، كيف كانوا أطفالهم متحسنين وكيف كانوا وكيف أصبحوا توا. والحمد لله الفضل يرجع للمربيات والفضل يرجع للناس المتعاونين معنا وخاصة أولياء الأمور. محاضرات توعوية قدمها مختصون إلى جانب تكريم الراعي للأول من المعلمين بمدينة زليط كان من أبرز فقرات الحفل. ويهتم مركز أسرار الرحمة بتدريب الأطفال على المهارات الاجتماعية وتحسين سلوكهم وقدرات الاتصال لديهم ومساعدتهم على التواصل بشكل أفضل مع الجميع وإشراكهم في محيط اجتماعي يوفر لهم بيئة داعمة لهم. وهذا الحفل برعاية مركز أسرار الرحمة لتكريم الرعي الأول اللي هو 5 معلمات من مدينة زليط، ومحاضرات توعوية وثقافية لأولياء الأمور ونصائح، وبعد إلقاء بعض المحاضرات من الدكاترة اللي هم حاضرين معنا اليوم من مدينة طرابلس. رغم التأخر الذهني عند أطفال التوحد والصعوبات التي يعانون منها، إلا أن هذا المركز والمختصين القائمين عليها أتبثوا حجم الطاقات والمواهب التي تتمتع بها هذه الشريحة رغم قلة الإمكانيات وضعف الدعم الحكومي. قبل الختام مشاهدينا، نتابع درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن الليبية. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها. انتهاء المدة التي طرحها المسمار لعودة حفتر لليبيا دون ظهوره للعلن، والإمارات ومصر تشكلان لجنة لاختيار بديل عنه. أمر القوات الخاصة الصاعقة بميليشيات الكرامة ونسب خمادة يهدد باقتحام درنة بنفسه على رأس قواته. نواب يقولون أن ممارسات البعثة الأممية قد تفضي إلى مرحلة انتقالية رابعة.
وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يؤكد انخفاض عدد المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء. شكرا لكم على طيب المتابعة، للقاء.